بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقوم أبناء الدولة الإسلامية في العراق والشام بقصف مواقع جيش النظام وحزب الشيطان باتجاه مطار النيرب العسكري. والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله يسدد رميه. آمين. تم إطلاق الصاروخ الأول من نوع جراد على معاقل الشبيحة والإيرانيين في مطحنة تل شغيب. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الدولة الإسلامية سوف نقوم في قصف معاقل الشبيحة في مطحنة تل شغيب ومطار حلب العسكري. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. إطلاق الصاروخ الثاني من نوع جراد. الله أكبر.